جيت كي قايلو يسردو لي قلوبة والوارد كيقولو لي الله يحفظك الله يخليك. كنسبق الدراسة ديالي هي الأولانية، عاد ديك ساعة باش كنعمل الموديل وعالم الفاشن. بالنسبة للأطفال اللي كيتبعو التليفون في السن ديالي كنقولهم بعدهم التليفون راه ما يفيدكم حتى شي حاجة، كيعجبني نمثل وكذلك نغني. وكنتمنى من الوالدين انهم يعاونوا الاطفال ديالهم ويسمعوا لهم. السلام عليكم، اسمي يارا الطويل، في عمري 9 سنوات، كنقرا في ثالث ابتدائي وانا طنجاوية. بداية ديالي ان خاي يعمل انستغرام، وديك ساعة انا بديت كنشوفك كيتصور وعجبني ديك الشيء وقلت ماما انا تعمل لي، وبديت كنتصور وكملت. ملي كبرت ديك ساعة عاد بدا كيزيد يعجبني هاد المجال، وكيعجبني زاد كيعجبني نتصور. كيعجبني الحال ملي كنشوف عندي بزاف ديال المتابعين وكيسردوا لي بزاف ديال الميساجات مزيونين، وجات كيقيلوا يسردوا لي قلوبة والورد كيقولوا لي الله يحفظك الله يخليك. بزاف ديال التظاهرات ومنهم اللي ديت فيها لقب سفيرة الموضة بالمغرب لاني 2021-2022، وأيضا شاركت في مسابقة غلوريا فاشن شو اللي ديت فيها لقب كيت برينسس غلوريا فاشن شو وموند دارابل لاني 2021-2022. وحاليا أنا مشاركة في واحد المسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط، وكنتمنى لكم كاملين تدخلوا تصوتوا عليا. كيعجبني نمثل وكذلك نغني. شاركت في فيديو كليب وباقي إن شاء الله أشارك كليبات آخرين وأفلام، علاش لا. فكنسبق الدراسة ديالي هي الأولانية، عاد ديك ساعة باش كنعمل الموديل وعالم الفاشن، خاطرش الدراسة هي اللي قاد تفيدنا في كل شيء. وكنقول ان اطفال كاملين انهم يتبعوا الدراسه ديالهم، عاد ديك الساعه يعملوا الهوايه ديالهم، الهوايه حتى هي خصهم يتبعوها. فبالنسبه للقرايه شنو كيعجبني فيها، كيعجبني العربيه الفرنسيه مهم المواد كاملين. بالنسبه للغات كيعجبني الفرنسي واللونجلي اكثر، وكيعجبني نعمل موسيقى وبيانو ونرسم ونعمل لا ناتاسيون، كيعجبوني بزاف ديال الحاجات. فبالنسبة للتعامل ديالي في المدرسة ولا يرى كانت ودابا رجعت، فبقيت كما هي ما تبدل فيها حتى شي حاجه. الرساله اللي كنوجه لهم هي يتبعوا القرايه ديالهم هي الاولى، وثاني حاجه انهم يتبعوها هما الهوايات ديالهم. وبالنسبه للعروض جاوني بزاف ديال العروض، ولكن ما قدرتش نعملهم كاملين بهم، فعملت ماشي كاملين ولكن قليل، وما كنقدرش نعمل العروض وقراي في نفس الوقت. في الوقت الفراغ ديالي كنعمل العروض اللي كيجوني. فبالنسبه للانستغرام وشكون اللي كيعمل هذا الشيء، فعائله ديالي هي اللي كتكلف به، فانا ما كنتكلفش شيء بالانستغرام، وما كنبقاش كنشوف التليفون بزاف ولا شي حاجه. وتا الايباد ماما كتدولي لي شتيتو باش ما كنبقاش فيه بزاف، هي من الاحسن من بقاش في التليفون نعمل انشطه. بالنسبه للاطفال اللي كيتبعوا التليفون في السن ديالي كنقول لهم بعدهم التليفون راه ما يفيدكم حتى شي حاجه،
وفعاد ما تعملوا التليفون مشيو عملوا شي انتشات، رسموا، ركبوا الخيل، يقراوا وما يشوفوش في التليفون بزاف. مثلا يشوفوا غير مثلا في السيمانة ولا في النهار شي ساعة محددة. فبالنسبة للحلم ديالي أنني يكون عندي اون مارك اللي تكون ديالي ونعمل فيها كساوي وديكشي كامل، مثلا الفيسات 62 ديال العصغارين، وماشي أنا غير لبس ديكسيوات، لبسهم تاع العصغارين اللي تهم خصهم يلبسوا كساوي. النصيحة اللي أمغي نقدمها الناس كاملين أنهم إلا عندهم شي حاجة باش يعملوها ولا شي حلم مي استسلموشي ويكملوا فيه، وخا يوقفهم بزاف ديال الحاجات ولكن يكملوا. وكنتمنى من الوالدين أنهم يعاونوا الأطفال ديالهم ويسمعوا لهم وتهم يتبعوهم في الحاجات اللي بغوا. فأنا هادشي اللي وصلت له بفضل الله وبفضل الوالدين ديالي، هما اللي عاونوني باش نوصل لهادشي. كنبغي نقدم تحية للناس اللي كيدعموني لا مقرب ولا من بعيد، وخصوصا لأساسي ديالي والأسرة ديالي، وكنتمنى تكونوا كاملين فخورين بيا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.